كما الشمس واعي نورا لكل البقاع. 8 مليون مستفيد من جمعية وعي. كم نحتاج إلى الوعي الاجتماعي، إلى الوعي المادي، الوعي لاستثمار الطاقات، الوعي لتطوير الشباب، الوعي من المخاطر والمحظورات. ما أروع الوعي حتى لا نقع فريسة للخلل الاجتماعي والفساد الأسري. ما أروع أن نطور الوعي من خلال جمعية واعي حتى نكون على وعي في التعامل مع أزواجنا، مع أبنائنا، مع المجتمع. ما أروع الوعي في التعامل مع كوارث الأمور المادية والاجتماعية. كل ذلك من خلال ما تقوم به جمعية واعي وفقهم الله تعالى في واقع المجتمع. جاءت كما الشمس واعي نورا لكل البقاع، تنسب في كل بيت تعطي بغير انقطاع. مثل السفينات تجري بيضاء مثل الشراع، والوقف يرجو شعاعي.